يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا راق أقرأ على المحتاجين والمرضى ولا أخذ دينارا ولا درهما، أريد الأجر من الله وأسأله القبول، وقد جاءني من السحرة تهديد من السحرة والشياطين تهديد وأذى لي ولأهل بيتي، السؤال هل أترك الرقية لأجل هذا الأمر؟ ما نصيحتكم لي؟ توكل على الله واعتمد على الله ولا تترك الرقية، لا تترك الرقية ولا تلتفت لتهديداتهم. نعم.